من ضمن الصناعات الألمانية عندنا شركة البي ام دبليو. البي ام دبليو المنافس الشرس لشركة مرسيدس. دائما نشوف انه اكو منافسات بيناتهم ومناوشات من ناحية الإعلانات، بس المنافسة الحقيقية بين هاي الشركتين هي من ناحية التصنيع. دائما إذا شركة مرسيدس ضافت تقنية جديدة بالنسخة بالسياراتهم، نشوف شركة بي ام دبليو بالنسخة اللي بعدها تضيف تقنية أحلى وأقوى، ولهذا السبب نشوف دائما المنافسة بيناتهم مستمرة لعشرات من السنين، والمنافسة ما خلصت والحد الآن وراح تبقى مستمرة، لأنه دائما المنافسة بين الشركات العملاقة ما تنتهي. BMW واحدة من السيارات اللي يحلم بيها اغلب الشباب. هسه اي طفل اذا تروحون عليه تسالوه شنو السياره اللي تحلم تشتريها من تكبر، راح يقول لك BMW. دائما BMW لها ميزه خاصه ولها رغبه خاصه. مميزات البي ام دبليو دائما تلقاها موجوده بالوان غريبه، الالوان الطافيه، الاسود الطافي، الاحمر الطافي، كل الالوان الطافيه. هاي الالوان الطافيه دائما نلقاها موجوده بسيارات البي ام دبليو، يعني بعض الاحيان حتى اذا الناس تكون سياراتها الوانها بها لمعه يروحون يسووا لها تغليف يسووها الوان طافيه، لانه هاي الالوان تلوق الشركه بي ام دبليو. من مميزات البي ام دبليو تميزوا بهاي النسخه تحديدا بالتكنولوجيا اللي موجوده بهاي النسخه، مميزه جدا. حاطين لك الاضاءه ال اي دي، الشاشات الكبيره، الكريستال، المساج بالكراسي، بالاضافه الى التحكم من الكراسي الخلفيه. يعني سياره جدا راقيه، تحس نفسك قاعد بمركبه فضائيه فعليا من ناحيه الاضاءه ومن ناحيه ازرار. ماكو طبعا، كلها عباره عن لمس، ما عندنا أي زر بداخل هاي السيارة، كلها لمس. نسخة الاي 7 من شركة البي ام دبليو تجي بنظام الاكس درايف وتجي فول كهربائية.